هبدأ بقى ان انا احطها على جسمي ولا في اي غمقان ولا سواد، وبيخلوا بشرتك ناعمه وصافيه ما فيهاش اي شوائب، كمان بيزيل الجلد الميت وبيوحد اللون وبيخلي البشره صافيه. اول حاجه هحتاج معايا معلقه من الترمس المطحون او دقيق الترمس، ده بيتباع عند العطار، بيتباع بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ناعم جدا كده، هو ترمس مطحون او ترمس مر مطحون، ده تحفه جدا جدا للبشره وللجسم، بيعمل عمليه فرك كده، بيزيل الجلد الميت وكمان بيفتح البشره جدا وبيوحد اللون وبيخلي البشره ملمسها جميل جدا. وكمان من الحاجات الحلوه قوي اللي بيستخدموها العرايس قبل الفرح بثلاث ايام كده الترمس المطحون، خفيف على البشره وامن جدا. هضيف كمان عليها معلقه صغيره من النشا او الكورن فلاور، دي بقى وصفه العرايس، هديه مني ليكي بجد حلوه قوي قوي، هتفتح معاكي وهتديكي نضاره وكمان هتزيل الجلد الميت واي سواد تحت الابيتين او منطقه البيكيني، بجد حلوه قوي قوي قوي. شايفين انا قلبت كل البودر كده مع بعض، وهبدأ اضيف عليها معلقة صغيرة جدا من مية الورد. مية الورد فوائدها جميلة جدا جدا، من الحاجات اللي بتقلل المسام الواسعة، بتشد البشرة، بتقلل التجعيد، بتفتح البشرة جدا، بتديلها نضارة حلوة قوي. خدت كده معلقة صغيرة مليانة من مية الورد، وهبدأ ادمج بالشكل القمر ده، شايفين؟ شكلها حلو قوي وناعمه جدا. هنا طبعا بصوا هي لسه مكتله معايا، بس انا هضيف الاول الزيوت اللي انا هضيفها عشان ما تسلش مني قوي، فانا هنا هضيف معايا معلقه من زيت الورد. زيت الورد ده تحفه 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 في ريحه الجسم وكمان توريده الجسم، وبتدي نضاره وبيفتح تحت الابيتين واماكن اللي هي البيكيني، بجد بتخلي المناطق دي بيضه شمعه منوره، وكمان بتفتح معاكي وبتديكي نضاره غير طبيعيه. انا هنا بس هديها تقليبه بسيطه، احاول ادخل الترمس كده في الزيت، وبعد كده هضيف عليها معلقه صغيره جدا من الزبادي او الياغورت، عشان كده قلنا ما نضيفش اي سوائل دلوقتي الا لما نخلص كل المكونات علشان ما تسلش مني خالص. اهو الزبادي هيخليها تفك اصلا، بصوا نعمت وريحتها خطيره. زيت الورد من الحاجات الجميله، ريحتها تحفه، بيخلي جسمك ريحته رهيبه، وبيفتح منطقه البيكيني، وكمان بتدي نضاره غير طبيعيه، بصوا رهيبة. انا هنا حاولت ان انا ادمج كله كده مع بعض، تمام. هضيف عليها شعرة من الكركم الطبيعي، شعرة بسيطة جدا مش كتير، حاجة خفيفة قوي من الكركم الطبيعي، ده لو احنا عندنا سواد او غمقان شديد جدا في منطقة البيكيني والمناطق اللي هي تحت الابيتين او الظهر، لازم نحط كركم او معلقة مليانة من القهوة، دول اقوى مكونين بيفتحوا وبيوحدوا اللون وبيخلوا الجسم موحد ولونه حلو. هنا بصوا حطيت شعرايه بسيطه ومش هيصبغ معاكي اللون ابدا، يعني هيخلي اللون طبيعي جدا وهيفتح طبيعي 100%. شايفين لونها زي القمر ازاي خطيره. هضيف عليها نص ليمونه، الليمون من الحاجات التحفه اللي بتوحد لون الجسم، بتفتح تحت الابيتين ومنطقه البيكيني، بيوحد اللون وكمان بيخلي الجسم شمعه منوره. على فكره من الحاجات الحلوه قوي اللي بتزيل البقع وتصبغات الليمون. طب انا لو بشرتي بتتحسس من ليمون، مش هينفع ان انا استخدم ليمون، خفي فيها، يعني حطي نص ليمونه وخفي فيها بميه ورد زي ما انا هعمل كده. يعني انا اصلا بشرتي حساسه، بس خففت ميه الورد والليمون مع بعض، يدوا تفاعل ان يهدوا الموضوع كله على البشره، تمام. وهقلبهم بقى كويس، هضيف عليهم معلقه صغيره جدا من الكربونات والصوديوم، حلو قوي بيفور الغمقان والسواد اللي بيبقى تحت الابيطين ومنطقه البيكيني، وبيفتح الاماكن اللي هي الحساسه وبيخليكي قمر. بصوا بقى التفاعل،
كمان الكربوناتو بيفور الغمقان والسواد اللي بيبقى في الجسم. تفضلي تعملي حركات دائريه كده تحت الابيضين ومنطقه البكيني، وابداي اعملي كده لحد اما بشرتك تتشرب الوصفه لمده 5 دقائق، وبعد كده بسيب الوصفه بتاعتي على بشرتي ربع ساعه نص ساعه، وبعد كده بغسلها بميه من الحنفيه عادي ميه دافيه، واهم حاجه ترطبي. اما ترطبي شوفي النتيجه وقولي لي بعدها حصل ايه، بجد رهيبه، جربوها تعجبكم. دي اهم من الاولى، دي اهم، لازم ترطبي بعدها على طول علشان تديكي النتيجه الفوريه اللي هتشوفيها بجد. هاخد اول حاجه معلقه من زيت الورد، معلقه كده من زيت الورد. طبعا زي ما قلت لكم زيت الورد سحر 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 في التفتيح وكمان في النضاره، والريحه الريحه لازم طبعا يبقى في ريحه كده حلوه ومفحفحه. معلقه من زيت الليمون، الحاجات دي تلاقيها عند العطار ورخيصه، معلقه ومعلقه مش هحط اكتر من كده، معلقه من زيت الورد ومعلقه من زيت الليمون. طبعا دي كميات انا بعملها صغيره لاني بحطها في ازازه صغيره وببدا استخدمها، وهقول لك هنستخدمها ازاي. هبدا اضيف عليها بقى اي نوع كريم مرطب عندك، اي نوع كريم مرطب عندك، مش هيفرق ايه هو النوع او كريم ايه عندك، نيفيا جونسون اي نوع، هاخد منه كده حوالي معلقه كبيره. تمام، هحاول بس ان انا تمام معلقه كده كبيره، وهدمج الزيت مع معلقه الكريم. اهم حاجه تدمجيهم كويس، انا عايزه الزيت يخش في الكريم يبقى اكنه كده كريم مع بعضه. بصوا بصوا تحسوا انه مرمد ازاي، شايفين؟ ببدا اعمل ايه، ببدا ان انا احط على الجلد بالشكل القمر ده، وببدا ادهن كريم عادي جدا مرطب تحت الابيضين ومنطقه البكيني بالشكل القمر ده، هسيبها بس تنشف وبعد كده اتفرجي لما تستخدميها. الكريم ده بستخدمه يوميا يوميا، الوصفه اللي انا عملتها بستخدمها مره واحده بس في الاسبوع، انما الكريم ده مرطب يومي مفتح وترطيب، وكمان بيدي نضاره غير طبيعيه وبيفتح الاماكن الحساسه. بصوا شكله قمر، بصوا والله العظيم قمر، بيوحد اللون وبيخلي جسمك ريحته مفحفحه، ريحه حلوه قوي بجد، جربوها بجد هتعجبكم جدا. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناه وفعلوا الجرس وشير لاصحابكم، ولو اول مره تشوف القناه بتاعتي ما تنسيش تعملي شير وكمان لايك واشتراك. باي باي.